يبقى النبات أخضر. وفي النباتات في مرحلة النضج العجيني، وفيها مش ليس فيها النضج العجيني ده، فيها مرحلة فيها حوالي 25% من النباتات في مرحلة النضج اللبني. ده مرحلة النضج اللبني دي معناها ان النباتات لا تصلح نهائيا، لا سواء ولا في الفريك. يعني انا سمعت ان هناك ناس ما تنفعش فريك، لان الحباية كلها مية، 25 منها مية، 25 منها في المية. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى خلق له حاجات معينة. يعني الحباية دي عبارة عن غشاء عامل زي البالونة، غشاء داخل البالونة. الغشاء ده مراحل نمو القمح، فيها المرحلة النضج اللبني. ايه هو النضج اللبني؟ الغشاء ده هو بيجمع فيه مية، بيتجمع المية في داخل الغشاء الكبير اللي ربنا بيكونه ده. الغشاء اللي بيتكون ده على مراحل الأيام بينزل بيترشب النشا. النشا ده اللي هو بنقول عليها مرحلة النضج اللبني. تبص تلاقي النشا عامل زي مادة لبنية. لو المادة اللبنية دي بعد المادة اللبنية النضج اللبني، بيحصل النضج العجيني. النشا ده المية بتبدأ درجة الحرارة بترتفع، المية بتتبخر ويبدأ النشا لوحده يفضل لحد ما الحباية تتجمد. فما بالك عندك درجة الحرارة منخفضة. طب هو جميز 11 في الإنتاج الطبيعي بتاعه بيدي، الإنتاج الطبيعي بيعدي 20 أرداب. متوسط المزارع في الانتاج الطبيعي 20 أرداب، الحقول الأرشادية عندي بتجيب 28 أرداب. معنى كده ان انا لما اوصل ل 28 او 20 أرداب للمتوسط العادي، معنى ان انا ازرع اجيب 12. لو انا جمعت العروتين على بعض، العروة الاولى والعروة الثانية اللي هم بيقولوا عليها، هحصل على 12 أرداب. 12 أرداب ومعناها استخدمت مية مرتين، استخدمت تسميد مرتين، استخدمت ارض مرتين، استخدمت زيادة تكاليف خدمة مرتين، استخدمت التكاليف ضعف التكاليف، استخدمت تقاوي مرتين. دي تكاليف باهظة كلها. ليه أنا